بهذا الفيديو راح احكي لك اذا الهدف اللي انت تريد توصل له صعب لو لا. اهلا وسهلا بك، انا اسمي مهدي، واعتقد كلكم هسه تعرفوني، ماكو داعي نعيد، واذا ما تعرفني فهسه همين راح تتعرف عليه. اهلا وسهلا بك. هواية هواية أسئلة تجيني، رسائل وتعليقات تحكي لي عن أشياء مختلفة طبعا، يعني تبدي مثلا بموضوع أني أريد أطلع معدل، أقدر أطلع معدل لو صعبة هذه، أني أريد أطلع بمنحة أقدر أطلع بمنحة لو تنتهي يمين مراتب، أريد أفتح بزنس مثلا بألمانيا صعبة هذه لو لا، أريد أحقق فلان شي أريد أحقق فلان شي أريد أحقق فلان شي صعبة هذه لو لا. والجواب ما كل هاي الأسئلة هو جواب واحد، وأنا هسه راح أحكي لك إياه بهاي الفيديو حتى بعد أي واحد يسألني هذا السؤال أدزه على هذا الفيديو. خوش حكي. الجواب هو ماكو شغلة معينة بحد ذاتها صعبة أو سهلة، كل شيء يعتمد على الشخص اللي دا يسأل واللحظة اللي دا يسأل بيها. يعني شو؟ أتمنى أن هواية ناس من عندكم رايحين متمرنين، رايحين في يوم للجيم، بس حتى اللي ما رايحين للجيم هم يعني ممكن يتخيلون شيء اللي دا أحكي أنا عنه. بالجيم أكو دمبلصات. دمبلصات شنو؟ خاف دم تعرف شنو دمبلصات؟ دمبلصات يعني هذا إني أشياء يشيلون اللي تبيدهم وزن. فالسؤال اللي أسأله هو شنو حالياً؟ تقول صعب واحد يشيل دمبلصات 10 كيلو؟ هذا هو السؤال مالتك، بغض النظر عن ايش تحط بالسؤال مالتك، تحط منحة، تحط دراسة بألمانيا، تحط هجرة، تحط معدل، شنو انت اللي تحط جراح أصير؟ هذا هو السؤال. تقول يقدر الواحد يشيل 10 كيلوغرام؟ الجواب هو انت منو؟ يعني شنو؟ ما دافتهمك مهدي، أنا راح أقول لك شنو. يعني أنت طفل عمره 4 سنين لا ما تقدر تشيل دمبلصات وزنها 10 كيلوغرام، ما تقدر. أنت ولد شاب عمره 18 سنة بس بحياته ما متدرب، يجوز أصابعه مكسورة مثلا، لا ما تقدر تشيل. انت واحد رباع عادة تشيل دمبلصات وزنها 50 كيلوغرام، 10 كيلوغرام بالنسبة لك لا شيء، 10 كيلوغرام بالنسبة لك لا شيء، انت 50 كيلوغرام شيل. فالسؤال هو مو هاي الشغلة صعبة لو سهلة، السؤال هو انت منو وشنو الأشياء اللي أنت مسويها؟ مو هذا يعني إحنا أمين واحد أول ما نشوف هيك جواب في شيء لا العداني هاي ما أقدر. دقيقة، مو إحنا قلنا الموضوع يعتمد على الوقت، حتى هذا الشخص اللي يقدر يشيل 50 كيلوغرام كان أكو يوم من الأيام ما كان يقدر يشيل بها 10، بس اللحظة اللي أنت هسه لقفت بيها هي لحظة جدا متقدمة بالمستقبل. كانت اكو لحظة هو ما كان يقدر يشيل بها 10 كيلوغرام، هاي اللحظة طبعا ما اعرف انا شو وقت ما كانها، يعني جوز كانت قبل سنتين، جوز كانت قبل 10 سنين، ما اعرف. فانت همي هنا السؤال اللي تسأل نفسك عليه هذه صعبة لو سهلة. اول نقطة هي انت منو بهاي اللحظة، شنو الاشياء اللي انت مسويها تعرف هذا الموضوع صعب لو سهل عليك. والسؤال الثاني اعتقد اللي مهم تسأل نفسك هو ايش قد مهم هذا الموضوع بالنسبة لك، تريد تدفع الثمن حتى تحصل هذا الشيء؟ كل شيء ممكن تحصله بالحياة، كل شيء ممكن تحصله، تريد تدفع الثمن؟ شنو يعني الثمن؟ خلينا نرجع لهذا المثال، يعني ترى هذا المثال يعني الواحد ممكن يفهمه. هذا الشخص اللي وصل انه هو يشيل وزن 50 كيلوغرام، فصارت 10 كيلوغرام اللي انت تحكي عنها بالنسبة له لا شيء، دفع ثمن حتى يوصل هذا المكان. شنو الثمن اللي دفعه؟ الثمن اللي دفعه هو وقت، أول شيء راح للجيم، في حين يجوز هو مثلا أصدقاء كانوا يروحون للقهوة هو يروح للجيم، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية انتبه على أكله،
في حين جزء الناس الباقين اللي دار مدارة كل شيء أكلون كل شيء يحطون ببطنهم هو فترة طويلة من الزمن منتبه على أكله، يأكل الأشياء اللي تفيده ما يأكل الأشياء اللي ما تفيده. هذا الشخص فترة معينة مثلا ما يشرب، ناس باقين يشربون، ما يدخن، ناس باقين يدخنون، لأن هو يريد يوصل لهذا المكان فدفع هذا السعر حتى يوصل لهذا الشيء، حتى بعدين تصير هذه الشغلة شغلة بسيطة بالنسبة له. فالسؤال الأول هو أنت منو بهاي اللحظة؟ ومن عرفت أنت منو راح تعرف أنت هذا الشيء صعب لو سهل عليك. إذا كان هذا الشيء سهل عليك جوز راح تسويه، وإذا كان هذا الشيء صعب عليك تريد تدفع الثمن، مستعد تدفع الثمن اللي الحياة تطلبه حتى تنطيك هذا الشيء لو لا. يجوز أنت ما تعرف هم يعني بالبداية شنو الثمن، ممكن تسأل، ممكن تسأل ناس ثانيين وصلوا لهذا الهدف اللي أنت وصلت له، شنو الثمن اللي دفعوه حتى يوصلوا له. هذا طريق، وممكن تعرف أنت شنو هذا الثمن وتقعد تسأل نفسك، يجوز تحتاج ساعات، يجوز تحتاج أيام حتى تعرف أوكي مستعد أني أدفع الثمن، هذا هو الهدف، مستعد أني أدفع الثمن. أوكي إذا أني مستعد أدفع الثمن روح وبلش واشتغل حالك حال هذا الشخص اللي يوصل لخمسين كيلو. يجوز أنت مثلا الهدف مالتك خلينا نقول 40 كيلو، بس أنت اليوم تقدر تشيل 5 كيلو، أبدي بخمسة كيلو وبعد شيل 10، وبعد أسبوع 15، وبعد أسبوع 20، وبعد أسبوع 30، وراح يجي اليوم اللي توصل به للأربعين. لابد إذا تبقى تشتغل وتدفع السعر باستمرار، تدفع الثمن اللي الحياة تطلبه منك حتى تنطيك هذا الشيء اللي أنت تريده. هذا هو جوابي على هذا السؤال. صعبة لو سهلة؟ الهجرة إلى ألمانيا صعبة لو سهلة؟ الدراسة في ألمانيا صعبة لو سهلة؟ أفتح بزنس في ألمانيا صعبة لو سهلة؟ أتمنى أنه استفاديتوا من هذا الفيديو، وأتمنى أنه تسوون كل هاي الحبشكلات مال الانترنت، مال اشتراك بالقناة، ومال إعجاب، ومال مشاركة، حتى الفيديو يوصل لأكبر كمية من الناس يستفادون من عنده، لأن هذا هدفي هم يعني أنه أكثر كمية من الناس يستفادون من هاي الأشياء حتى لا يخسرون وقت، حتى لا يخسرون وقت. يعني أنا الحمد لله وصلت لهواي أشياء بحياتي، بس باعتقادي يعني كل أشياء هنا هواي الفيديوهات لو أنا كنت أعرفها كان اختصرت عليه هواي وقت، هواي وقت، هواي تعب، هواي فلوس راحت كان اختصرت عليه. فاختصروا على نفسكم واختصروا على الناس اللي تحبوهم وتعرفوهم يستفادون من هيك أشياء، وكتبوا لنا تعليقاتكم كلش مهمة، تعرفون أنا أقرأ تعليق تعليق، فكتبوا لي تعليقاتكم، قولوا لي شنو الشيء اللي فاجأكم، شنو الشيء اللي أعجبكم، شنو الأشياء اللي أقدر أسويها أفضل بالفيديوهات الجاية، وخلونا نشوف فيديو جاي. مع السلامة.